مرحبا بكم ابنائي وبناتي تلاميذ شعبة الاداب نواصل اذا اليوم في حصة جديدة مع درس ازمة الثلاثينات الاقتصادية درس اقدمه انا حاتم الكحلي استاذ اول مميز للتاريخ والجغرافيا بمعهد الطاهر الحداد باشراف من الدكتور عبد الرزاق الحامدي المتفقد العام الخبير في التربية كنا في حصة سابقة قد تناولنا الجزئين الاولين من الدرس حول اسباب ازمه الثلاثينات الاقتصاديه ونتائجها اليوم سنواصل مع الجزء الثالث الذي سيتناول الحلول المتباينه للخروج من الازمه ننطلق اذا في حصه اليوم بتذكير باهم ما رايناه في الحصتين السابقتين كنا تحدثنا عن أسباب أزمة الثلاثينات الاقتصادية وأشرنا إلى أن الأزمة كانت بالأساس أزمة في القطاعين الفلاحي والصناعي أما السبب الثاني فهو الأزمة المالية والنقدية ثالث الأسباب الذي أدى إلى انتشار الأزمة في العالم وانتقالها من الولايات المتحدة يعود اساسا الى ارتباط الاقتصاد العالمي بالاقتصاد الامريكي. في النقطة الثانية من الدرس تعرفنا على ابرز نتائج ازمة الثلاثينات الاقتصادية. تحدثنا عن النتائج الاقتصادية، النتائج الاجتماعية والنتائج السياسية. اذا نلاحظ ان ازمة الثلاثينات الاقتصادية هي ازمة تنوعت اسبابها وتعددت نتائجها وستختلف أيضا طرق الطرق الحلو... وحلول الخروج من هذه الأز... الأزمة. إذاً في العنصر الثالث سنتناول حلولا متبائنة للخروج من الأزمة. سننطلق بعنصر فرعي أول الحلول الليبرالية التقليدية وكما تلاحظون فقد تركنا عمدا فراغا في عنوان هذا العنصر سنكمله لاحقا. إذن قبل الحديث عن الحلول الليبرالية التقليدية دعونا نرى تصور الليبرالية التقليدية لأزمة الثلاثينات. تعتبر الليبرالية التقليدية أن أزمة الثلاثينات هي بالأساس أزمة ظرفية كغيرها من الأزمات الدورية للنظام الرأسمالي سببها الأساسي هو فائض في الإنتاج. حسب التصور الليبرالي التقليدي يتم حل هذه الأزمة. عن طريق انتظار نضج جميع نتائج الأزمة أي تحطم قوى الإنتاج الذي يؤدي الى تركز رأسمالي افقي بالأساس ينتهي بعمليات احتكار في ظل سياسة تعرف بسياسة الانكماش النقدي التي تقوم أساسا على سياسة تقشف اهم شروطها تخفيض الاجور توازن الميزانية، توازن التجارة الخارجية، وثبات النقد. إذا هذا هو تصور الليبرالية التقليدية لحل أزمة الثلاثينات الاقتصادية. إذا ترى النظرية الليبرالية التقليدية أن أزمة الثلاثينات هي أزمة ظرفية يكمن حلها في انتظار نضج جميع النتائج الاقتصادية للأزمة في إطار سياسة الانكماش النقدي. لاحظوا معي هذا التمثيل البياني لسياسة الانكماش النقدي. إذا تنطلق سياسة أو تعتمد سياسة الانكماش النقدي على الضغط على مصاريف الدولة. الذي يؤدي إلى تباطؤ في الإنتاج يؤدي بدوره إلى تراجع للمداخيل وللإستهلاك مما يؤدي إلى تراجع في الإنتاج هذا التراجع في المداخيل والإستهلاك مع تراجع الإنتاج يؤدي إلى تراجع في مداخيل الجباية أي بعبارة أخرى تراجع جديد لمداخيل الدولة مما يؤدي الى تخفيض جديد للمصاريف وعوده من جديد الى الضغط على مصاريف الدوله. تلاحظون من خلال هذا التمثيل ان سياسه الانكماش النقدي لن تكون قادره عن حل ازمه الثلاثينات التي كانت بالاساس ازمه فائض في الانتاج وقصور في الطلب. طبقت هذه السياسه في معظم البلدان الصناعيه الكبرى مثل الولايات المتحده الامريكيه في عهد هوفر والمانيا وفرنسا لكنها ادت الى تعميق الازمه وتفاقم غضب الجماهير ضد الحكومات العاجزه التي اسقطت في الانتخابات صعود روزفلت في الولايات المتحده سنه 32 وهتلر في المانيا سنه 1933 وحكومه الجبهه الشعبيه في فرنسا في سنه 1936. اذا نستنتج ان سياسه الانكماش النقدي التي اعتمدتها الليبراليه التقليديه كحل لازمه الثلاثينات الاقتصاديه لم تؤدي الى حل الازمه بل فشلت في معالجه الازمه. نواصل اذا مع إكمال العنصر الأول، فالحلول الليبرالية التقليدية فشلت في معالجة أزمة الثلاثينات الاقتصادية. أمام فشل الحلول الليبرالية التقليدية، برزت الليبرالية الجديد الجديدة. وثيقة تتحدث حول حلول كاينز لمعالجة أزمة الثلاثينات الاقتصادية. سننطلق أولاً من تعريف لجون مينار كاينز جون مينار هو رجل اقتصاد بريطاني من أكثر رجال الاقتصاد تأثيرا في القرن العشرين شارك كمندوب لبريطانيا في مؤتمر السلمي في باريس وعبر عن عدم رضاه على الشروط المجحفة التي فرضت على ألمانيا صاغ في الثلاثينات نظرية اقتصادية جديد جديدة في كتابه النظرية العامة للعمل والفائدة والعملة إذن يؤكد جون ميناركينز من خلال هذا النص يجب على الدولة أن تتدخل بواسطة السياسة الجبائية وقيمة الفائض القرضي وغيرها غير أن الدولة يجب ألا تشرف على كامل الحياة الاقتصادية فليس من فائدتها أن تمتلك وسائل الإنتاج ان توسيع وظائف الدوله اللازمه لحفظ التوازن بين المقدره الشرائيه من جهه والحث على التمويل قصد التجهيز والتشغيل من جهه اخرى يبدو انتهاكا فظيعا لحرمه المبادئ الفرديه ونحن نرى فيه الوسيله الوحيده لحمايه المؤسسات الاقتصاديه الحاليه من الدمار وشرطا من شروط التمتع بالمبادره الفرديه إذن يؤكد جون ميناركينز في هذا النص على أن الدولة يجب أن تتدخل في الأوضاع في الأمور الاقتصادية عكس ما كانت ترى به النظرية الليبرالية التقليدية لكنه يؤكد في نفس الوقت على أن هذا التدخل يجب أن لا تشرف فيه الدولة على كامل الحياة الاقتصادية فدورها هو حفظ التوازن بين المقدرة الشرائية من جهة والتمويل قصد التجهيز والتشغيل والتشغيل هذا إذا تمثيل بياني يبرز تصور الليبرالية الجديدة التي نادى بها جون مينار لحل أزمة الثلاثينات الاقتصادية إذا يرى جون مينار أن الدولة يجب أن تستثمر في المشاريع المجر... الكبرى حتى في ظل عجزها إذا الدولة تستثمر في المشاريع الكبرى وهو ما يؤدي إلى إحداث مواطن للشغل. مواطن الشغل ستمكن من تنامي المداخيل والإستهلاك. وهو ما سيؤدي إلى نمو للإنتاج. هذا التنامي في المداخيل والإستهلاك ونمو الإنتاج سيؤدي إلى زيادة في مداخيل الجباية. وبالتالي تنام في مداخيل الدولة. ينتهي الى توازن في الميزانيه. اذا فتصور جون ميناركينز ينطلق من نقطه اساسيه انه يرى ان الازمه بالاساس هي ازمه قصور في الاستهلاك، لذا يقترح هذا التصور الجديد لحل الازمه التي ستنتهي في الاخير بتوازن الميزاني للميزانيه. اذا تصور جون ميناركينز والليبراليه الجديده سيساهم في انتعاشه للحياة الاقتصادية ولو أنها انتعاشة نسبية وتحسن الأوضاع الاجتماعي الاجتماعية يمكننا القول في هذا العنصر أن الخبير اعتبر الخبير الاقتصادي الأنجليزي جون مينار كاينز منظر الليبرالية الجديدة أن الأزمة هي أزمة قصور في الاستهلاك لا يمكن معالجتها بالتخفيض في الأجور والضغط على النفقات بل يجب تدعيم المقدره الشرائيه وتدخل الدوله لدفع الاستهلاك وعوده الانتاج والتشغيل. وثيقه سادسه تتحدث عن تطبيق التطبيق الفعلي لتصور جون مين اركينز لحل ازمه الثلاثينات الاقتصاديه الذي سيكون مع روزفلت رئيس الولايات المتحده الامريكيه فيما سمي بالصفقه الجديد الجديده. إذا عنوان الوثيقة هو روزفلت والصفقة الجديدة، ننطلق بتعريف موجز لهذا المصطلح مصطلح الصفقة الجديدة. إذا أطلق مصطلح أن يوديل أو الصفقة الجديدة على سياسة روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بين 1933 و 1945 لمعالجة أزمة الثلاثينات الاقتصادية والتي تقوم على تدخل الدولة من أجل استعادة دورة الإنتاج والإستهلاك. وقد شملت هذه السياسه المجالات الماليه والفلاحيه والصناعيه الى جانب الضمان الاجتماعي وهو مصطلح مستعار من لعبه الورق، اذا ستمثل سياسه نيو ديل روزفلت تجسيدا لليبراليه الجديده التي نادى بها جون ميناركين كاينز. عندما ادى فرانكلين روزفلت اليمين رئيسا للمره الاولى في 4 مارس 1933 كان واضحا ان كل ترس من ماكينه الاقتصاد الامريكي قد تعطل فالبنوك والمزارع والمصانع والتجاره كلها افلست بدا روزفلت على الفور العمل على اصلاح القطاعات الماليه والزراعيه والصناعيه كانت السياسات التي استخدمتها الاداره لانعاش الاموال والائتمان بالدوله جنبا الى جنب مع السياسات التي انتهجها من اجل التخفيف في المعاناه الانيه للشعب الامريكي من بين النجاحات الاولى للصفقه الجديده وقدم الاقتصاد الامريكي بمعدل بلغ في المتوسط بين 8 الى 10% في العام وبالمثل انخفضت معدلات البطاله انخفاضا كبيرا. يؤكد هذا النص ان اصلاحات روزفلت ضمن الصفقة الجديدة ستركز بالاساس على اصلاح القطاعات المالية والزراعية والصناعية، اضافة الى انعاش الاموال والائتمان بالدولة، اي مجموعة اجراءات، هذه مجموعة اجراءات نيودي النيو ديل. وقد مكنت هذه الاجراءات من التخفيف من المعاناة الشعب الامريكي، وساهمت في تنمية الاقتصاد الامريكي. إذا وخفضت من معادلات البطالة هذه إذا أهم نتائج النيديل التي سنرى تفصيلا لها بأكثر عمق في بقية الدرس تابعوا معي هذا الفيديو حول روزفلت وأزمة وسياسة نيوديل عام 1933 بدأ الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت وضع حلول للأزمة الاقتصادية وأقر قانون ما يعرف بالاتفاق الجديد الذي نص على إنشاء عشرات الوكالات وخلق فرص العمل والسماح بتدشين النقابات وتقديم تأمين ضد البطالة. إذا ما هي أهم التدابير المتخذة في إطار الخطة الاقتصادية الجديدة النوديل؟ أولى التدابير اتخذت في مارس 1933 وهمت قانون الإنقاذ البنكي والمالي، أهم ما فيه خاصة تخفيض قيمة الدولار وسحب الأموال الأمريكية في أوروبا. في ماي 1934 تم إصدار قانون التوازن الفلاحي. الذي عمل على الحد من انهيار اسعار المنتجات الفلاحيه وتقديم دعم للفلاحين لاسترجاع اراضيهم. في جوان 1934 تم اصدار قانون الاصلاح الصناعي الذي منع خاصه تشغيل الاطفال ووضع حدا ادنى للاجور. في ماي من 1935 تم إنشاء المكتب الوطني للتشغيل, للتشغيل، الذي استفاد منه أكثر من مليونين ونصف من العاطلين عن العمل وتم شروعه في تنفيذ برامج الأشغال الكبرى. في أوت 1935 تم إصدار قانون الرعاية الاجتماعية وخاصة. تم التأكيد فيه على التأمين على البطالة وعلى الشيخوخة وتقديم المساعدة للأطفال ولذوي الاحتياجات الخصوصية، إذا هذه بشكل عام أبرز التدابير التي تم اتخاذها في إطار الخطة الاقتصادية الجديد الجديدة. يمكن اعتبار برنامج الرئيس الأمريكي روزفلت الذي عرف بنيو ديل والذي شرع في تطبيقه منذ 1933 تجسيدا للليبرالية الجديدة حصيلة تنفيذ الخطة الجديدة أو النيو في الولايات المتحدة الأمريكية أمام جدول إحصائي يبرز حصيلة تنفيذ الخطة الاقتصادية الجديدة اعتمدنا على مؤشرات الانتاج الصناعي انتاج الحبوب ومؤشر الاجور وعدد العاطلين قلنا سابقا ان الخطه الجديده سيبدا تطبيقها بعد وصول الرئيس الامريكي روزفلت الى السلطه لاحظوا إذن في الجدول ان مختلف المؤشرات الاقتصاديه قد تحسنت بعد تطبيق خطه نيو, دي، نيو ديل نسجل ارتفاعا في مؤشر الانتاج الصناعي ارتفع ايضا انتاج الحبوب وتحسن مؤشر الاجور وتراجع عدد العاطلين، اذا ثمة تقريبا تحسن في مختلف المؤشرات الاقتصاديه، رغم اننا نؤكد ان التحسن هذا التحسن كان تحسنا نسبي نسبيا. اذا ادت الليبراليه الجديده الى انتعاشه نسبيه للحياه الاقتصاديه وتحسن الاوضاع الاجتماعيه والى ظهور دوله الرعايه اي تدخل الدوله للمحافظه على التوازنات الاقتصاديه والاجتماعيه ولكنها لم تقضي نهائيا على الازمه التي تواصلت تداعياتها الى حدود الحرب العالميه الثانيه في العنصر الفرعي الثالث سنتعرف على الطريقة التي واجهت بها الأنظمة الكليانية أزمة الثلاثينات الاقتصادية من نتائج أزمة الثلاثينات الاقتصادية كانت الدول البروليتارية حسب تعبير موسوليني وهي إيطاليا وألمانيا واليابان تفتقر للمواد الأولية والمستعمرات والأسواق خاصة بعد قيام الحواجز الجمركية وتفاقم الحرب النقدية فاصبحت غايتها العمل على تحقيق المجال الحيوي والسعي الى تقسيم جديد للمستعمرات مما ادى الى توتر في العلاقات الدوليه اذا يؤكد هذا النص القصير على ان الدول البروليتاريه حسب تعبير موسوليني او ما سمي ايضا بالانظمه الكنيانيه في ايطاليا والمانيا واليابان كانت تفتقر للمواد الاوليه وللمستعمرات والاسواق و بسبب ازمه الثلاثينات الاقتصاديه ستبحث عن المجال الحيوي وعن تقسيم جديد للمستعمرات في محاوله منها للخروج من ازمه الثلاثينات الاقتصاديه اذا نظرا لمحدوديه رصيدها من الذهب وافتقارها للمستعمرات اعتمدت ايطاليا والمانيا واليابان سياسه القوميه الاقتصاديه لكن دون جدوى الحلول النازية للأزمة انتقلت وزارة الاقتصاد تحت إدارة شاخط الذي أعد في مخططه الجديد في سبتمبر 34 مراقبة صارمة على الواردات وتمويل المشاريع دون تضخم ولا تخفيض في قيمة العملة الألمانية إلا أن الأولوية الممنوحة لإعادة التسلح أدت إلى تدخل متعاظم للدولة في الاقتصاد وفي سنة 38 بلغت نفقات الدولة نسبة 35% من الناتج من الدخل القومي. لقد قبلت ألمانيا النازية التخلي عن سياسة الحد من التضخم لبداية الثلاثينات لإقرار ميزانيات ذات عجز كبير، وحظيت النفقات العسكرية بالأولوية في الاستثمارات في الاستثمارات. تلاحظون من خلال هذا النص أن الأولوية ستمنح في ألمانيا الى اعاده التسلح الذي سيمثل حلا بالنسبه للنظام النازي لتشغيل الاف العاطلين والخروج من ازمه الثلاثينات الاقتصاديه لذلك حظيت النفقات العسكريه كما يقول النص بالاولويه المطلقه في الاستثمارات لاحظوا معي هذا الجدول الاحصائي حول التسلح والتشغيل العاطلين بألمانيا، الجدول يمتد بين سنة 1932 و 1939 ويقدم تطور عدد العاطلين. في سنة 1933 سنة وصول الحزب النازي إلى الحكم في ألمانيا، كان عدد العاطلين في حدود 4.8 مليون عاطل. لاحظوا كيف انخفضت أعداد العاطلين بشكل واضح بعد وصول الحزب النازي إلى الحكم ففي سنه 1939 لم يتجاوز عدد العاطلين 300 الف عاطل تم اللجوء اذا الى سياسه التسلح لتشغيل العاطل العاطلين الوثيقه التاسعه المجال الحيوي لايطاليا إن على إيطاليا إيجاد مجالات خارج أوروبا تتيح استقبال فائض السكان وتوفر للبوا... للبلاد المواد الأولية الضرورية لصناعتها نص ثاني حول الحديث عن المجال الحيوي لألمانيا إن حق الشعب في الاستيلاء على أرض جديدة يصبح حقا مقدسا عندما يذيق الوطن بمن فيه ويوشك أبناؤها على الهلاك اختناقا فاما ان تصبح لالمانيا قوه عالميه او لا يكون والشرط الاساسي للوصول الى مستوى الدول العظمى هو احرازها المجال الحيوي الذي يؤمن يؤمن عفوا لشعبها مقومات البقاء البقاء نلاحظ اذا من خلال هذين النصين ان كلا من المانيا وايطاليا ستبحثان عما سمي بالمجال الحيوي الذي سيكون المجال الذي يضمن للدولتين محاوله او طريقا للخروج من ازمه الثلاثينات الاقتصاديه في ظل عدم امتلاكهما للمستعمرات. اذا اعتماد سياسه التوسع لتحقيق المجال الحيوي. لاحظوا معي هذه الوثيقه التي تبين الحصيله او حصيله السياسه النازيه في مواجهه ازمه الثلاثينات الاقتصاديه. الانتاج الصناعي لاحظوا حجم ارتفاع الانتاج الصناعي خاصة بعد وصول الحزب النازي إلى ألمانيا في الحكم نفس الشيء بالنسبة للانتاج السيارات ولاحظوا الانخفاض في عدد العاطلين إذا فسياسات الأنظمة الكليانية مكنت من دفع التصنيع والتشغيل على المستوى الداخلي لكنها أدت على المستوى الخارجي إلى تهديد السلم والأمن في العالم وستسير بالعالم إلى حرب عالمية ثانية إذا ننهي هذا الدرس بإتمام الخريطة الذهنية التي كنا قد بدأنا فيها سابقا في الحصتين السابقتين سابقتين إذا سنكمل الجزء الخاص بالحلول إذا فشل الليبرالية التقليدية أو سياسة الإنكماش النقدي التي أدت إلى تعميق الأزمة وهو ما ساهم في بروز الليبرالية الجديدة مع جون مينار التي اعتمدت على دعم المقدرة الشرائية وتدخل الدولة وكان تجسيدها على أرض الواقع مع روزفلت في سياسة أو في برنامج النيو دي سياسة الإكتفاء الذاتي والتسلح التي اعتمدتها الأنظمة الكليانية والتي قامت على سياسه القوميه الاقتصاديه والتسلح والعمل على التوسع وتحقيق المجال الحيوي. ننهي هذا الدرس بخاتمه. اذا مثلت ازمه الثلاثينات منعرجا حاسما في تاريخ الاقتصاد الراسمالي. تم فيها التخلي عن الليبراليه المطلقه والقبول بتدخل الدوله او دوله الرعايه. كما كانت بصفه غير مباشره نتيجه من نتائج الحرب العالميه الاولى وسببا في اندلاع الحرب العالميه الثانيه. اذا هكذا نكون قد انهينا درس ازمه الثلاثينات الاقتصاديه، نرجو ان تكون الافاده قد حصلت لكم، نلتقي ان شاء الله في حصص اخرى. شكرا لكم على حسن المتابعه.